ثم ايضا يغيب مجددا المدرب الارجنتيني. هذه الكره لصالح المنتخب البيروفي، محاوله خطره جدا تصطدم بالدفاع لتعود مره ثانيه لصالح المنتخب البيروفي، وتسديده تسكن الشباك، وهدف اول لصالح المنتخب البيرو في هذه الاثناء. المنتخب البيروفي يتقدم بهدف الاول وسط فرحه كبيره جدا من انصار المنتخب البيروفي، الجماهير التي هنا حاضره بشكل كبير جدا في جنبات ملعب سانت كالين تفرح لهدف المنتخب البيروفي الذي يسكن شباك المنتخب السعودي في اقصى الزاويه اليمنى من حارس المرمى عبد الله المعيوف. نجح معها منتخب بيرو من تقدمه واعلان اسبقيته في هذه المباراه. هذه الكره الاولى اللي اصطدت في الدفاع لتعود مره ثانيه، التسديده الثانيه بالقدم اليسار تنجح من جانب منتخب بيرو ليتقدم المنتخب البيروفي بهدف مقابل لا شيء. في هذه الاثناء اصبح المنتخب البيروفي متقدما على الاخضر السعودي بهدف لا شيء عبر هذه اليساريه القويه التي تسكن شباك حارس المرمى السعودي عبد الله المعيوب. المنتخب البيروفي يتقدم على الاخضر في مباراه المنتخب السعودي.